بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رسالة الوزير يوم 19 إبريل لحد النهاردة لكل الناس بشأن الأبحاث، اسمعوا. ومعيد على الجميع، كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة أعياد شم النسيم، تحياتي للإخوة الأقباط في مصر وخارجها. يمكن حبيت أتواصل مع حضراتكم بشكل مختلف، شكل ودي أكثر طبيعية من الصور الأخرى، علشان في أسئلة كتيرة قوي الحقيقة بتجيلنا، وفي أسئلة كتيرة على مواقع التواصل وإشاعات كثيرة جدا. يمكن حبيت أشرح بعض الأمور اللي قد تلقي الضوء على كثير من هذه الأشياء. أنا بس عاوز أشرك حضراتكم في فلسفة ما نفعله في التعليم المصري. التعليم المصري طبعا في آخر 3-4 سنين اتغير تغيير جذري كبير، ويمكن ظروف فادتنا في ان احنا نوصل لنتائج في زمن اقل من اللي كان مستهدف كمان، وبموارد اقل من اللي كانت مستهدف. فلسفة الموضوع كله تتلخص في شيء بسيط، ان التعليم هو رحلة بيأتمن اولياء الامور الوزارة على ابنائهم انها تاخدهم في هذه الرحلة من اول KG1 او رياض الاطفال حتى اخر مراحل التعليم قبل الجامعي اللي هي الصف الثاني عشر، بحيث يبقى عندهم مجموعة معينة من المهارات. فالفكرة كلها في نظرنا انها رحلة تعليمية، ومفروض ان لو احنا شاطرين او بنعمل شغلنا مظبوط، الرحلة دي تكون بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة، بما ان الدستور قال ان التعليم مجاني وبجودة عالية، عشان نطلع أولاد يستطيعوا أنهم يكملوا في التعليم الجامعي لو حبوا، أو يمارسوا المهن اللي يريدوها وينافسوا في مصر وبره مصر. عشان نعمل ده احنا عملنا منظومة التعليم الجديدة اللي هي ابتدت من KG1 وماشية دلوقتي لحد الصف الثاني الابتدائي، ومناهج الصف الثالث خلصت إن شاء الله تطبق على الولاد لما يطلعوا تالتة ابتدائي في سبتمبر الجاي. فده هياخد وقته لأنه بيبني من تحت لفوق، وطبعا اولياء الامور عارفين ان اولادهم هناك بياخدوا مناهج متعدده التخصصات ولغات واشياء اخرى جميله. والفكره في هذا النظام الجديد اللي بنستبدل بيه النظام التاريخي او القديم، هو ان احنا مهتمين نديهم مهارات حياتيه مش بس معرفيه، يعني في حاجات عن احترام الاخر وعن التنوع وعن العمل الجماعي وعن بناء الشخصيه وعن الاخلاقيات بجانب الامور المعرفيه. طبعا ده عشان بياخد وقت ما قدرناش نمشي بيه لكل السنوات، ولكن في السنوات الاخرى واحنا بنتكلم النهاردة وساعدتنا الظروف الاخيرة، اتغير اسلوب التقييم الى الافضل الحقيقة من اول KG1 لحد الصف الثاني الثانوي. يعني المجموعة اللي بتاخد نظام التعليم الجديد ما عندهاش اختبارات تقليدية، بل بتقيم على عملها اثناء السنة، وده هيفضل ماشي معهم لحد نهاية الثالثة ابتدائي. السنوات الحالية اللي على المنهج القديم من تالتة ابتدائي لحد تالتة اعدادي، اخترنا نظام التقييم المتناسب مع الوضع الحالي اللي بنحمي فيه صحة الولاد، بان احنا بنحاول ما نخرجهمش من البيت. وانتقلنا من الامتحان الكلاسيكي اللي هو كان بيقيس قدر كبير من الحفظ والاستعادة في لجان في خلال اوقات محددة المواد محددة، الى نظام تقييم بالاعتماد على ما يسمى المشروعات. وده طبعا معتمد في العالم كله، وهو ليس صعبا ولا اي حاجة، وهنتكلم عليه اكتر من كده. انما ده الحقيقة هو النظام افضل كتير، بيطلع مواهب الاولاد، بيساعدهم على اكتساب مهارات ما كانتش ممكن يكتسبوها بالطرق التقليدية. في المرحلة الثانوية نظام التقييم برضو مختلف، بيقيس مهارات الفهم، فهم نواتج التعلم، لأن زي ما اتفقنا احنا بالنسبة لنا الانتقال من سنة لأخرى يقتضي ان الطالب يكون حصل على ما يؤهله لهذا من نواتج التعلم مش من الدرجات. احنا موضوع الدرجات لو تاخدوا بالكم الحديث عن الدرجات وعن السقوط والنجاح وكده استبدلناه بأشياء أخرى. احنا شايفين ان دي رحلة
طبيعي ان الطالب يبتدي بنبتدي نديله من اول كي جي 1 ما لا يعلمه، وبالتالي من الطبيعي جدا انه يغلط وان احنا نصلح له الغلط. ده دور التعليم، دور المعلم. الغلط مش عيب، ولا عاوزين نقول على واحد خايب ولا واحد شاطر، ولا نعمل معهم نستخدم هذه اللغة القديمة. احنا بنحاول نعلمهم ايه اللي غلطوا فيه عشان المرة اللي جاية يبقى النتيجة احسن. مش فكرة الكمال من اول اولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي، لا، دي رحلة، رحلة بنتقدم فيها، بنشوف نقاط ضعفهم فين وبنشتغل عليها. عشان كده لما بنيجي نعرض النتيجة ما بقيناش نستخدم درجات زي زمان، بقينا نستخدم روشتة. عاوزين نقول له انت كنت كويس في كده ومحتاج تشتغل نفسك في كده. مش عاوزين نحبطه، مش عاوزين نرهبه، مش عاوزين نحسسهم بضغط، عشان يحبوا العلم ويحبوا المعرفة ويحبوا المدرسة. ده الفلسفة العامة اللي بنحاول نحطها، فيها تفاصيل كتير، ولكن محورها ان رحلة التعليم مش هدفها ورقة ولا شهادة خادعة اخدها باي تمن، ولكن ولا هي منافسة ان انا اتفاخر على جيراني ولا اي حاجة خالص. هي فكرة ان انا انظر لابني كيف يتقدم من شهر لشهر ومن سنة لسنة واساعده على كده. ما احبطوش وما اقنبوش على الغلط، اقنبه على الاهمال ممكن، اشجعه على احتمال المسؤولية، انما تعليميا لازم نشجعهم انهم يكونوا افضل ونساعدهم ونتبين مشاكلهم فين. لو جينا لموضوع المشروعات اللي هو اثار ضجة الحقيقة غير متناسبة مع الموضوع، احب بس اكرر مع اننا كتبنا كتير الحقيقة في هذا الموضوع، انه الموضوع ابسط بكثير جدا مما يتداوله الناس. احنا اولا في الفترة اللي احنا فيها الوزارة قدمت الكثير جدا من الحلول في الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة. احنا قدمنا في حوالي شهر مكتبة رقمية زاخرة بالمصادر العلمية أشكال والوان من أول كي جي 1 لحد آخر سنة، السنة الثانية عشر. ده مشروع لوحده دخل عليه لحد النهاردة أكثر من 60 مليون مشاهدة، وده يقول ان مصر بخير وان ولادنا عندهم شهية التعلم وقادرين عليه، ده رغم كل ما يقال ان الارقام ما بتكذبش. ثانيا في المرحلة الثانوية الامتحانات الالكترونية بتشتغل من البيت وبتشتغل في الجمهورية كلها، وجربناها في اولى ثانوي واخر امتحانين يوم الثلاث والاربع الجاي. دي بيتقدم إليها حوالي 600,000 في الأسبوع الماضي، وفي مايو إن شاء الله هيبقى 1,200,000 مجموعة طلبة أولى وتاني سنة. المشروعات تم إعدادها بشكل متدرج عمريا، وعشان نحسم القضية، المشروع هو البديل لامتحان الترم الثاني اللي كان بيتعمل زمان في لجنة بمراقبين في المدرسة. والمشروع أبسط من الامتحان بكتير، لأن متاح إن الواحد يعمله مش في ساعتين، يعمله في 4 أو 5 أسابيع، ومتاح أيضا يعمله في بيته ويعمله مع أهله ومع أصحابه. واقترحنا إن في مجموعات كمان يعمله مع أصحابه، والكتاب في إيده والمراجع في إيده والمنصة وكتاب المدرسة وكل حاجة. وأعتقد مفيش أكتر من كده في إن إحنا نسهل على الناس. الموضوع لو هناخده باختصار شديد من غير اي فزلكة، وليس الا موضوع انشاء، موضوع تعبير طوله صفحتين ثلاثة اربعة بس، ما هواش مشروع تخرج من دكتوراه. ده مشروع بنعلم الطفل، احنا كل اللي مستهدفينه هنا هو الطفل، ومش عاوزين اي حد تاني يعمله له. ولو الاهل يعني ايده بتاكله نفسه يساعده، يحاول يسيبه يعتمد على نفسه. هي دي الفكرة، احنا مش جايين نمتحنه في الحالة دي، احنا جايين نشوف نقاط ضعفه ونقاط قوته، نجح في ايه، متعسر في ايه، عشان نساعده المرة الجاية، مش عشان نسقطه. الفكرة ان نشوف الولد مهتم، بيبذل الجهد، بيحاول، بيشترك مع اصحابه، بيعرف يحدد الادوار، بيحاول يكتب حتى لو في اخطاء، بيحاول يمشي على العناصر، بنعلمه منهجية معينة معمولة الصف الثالث الابتدائي بما يتناسب مع العمر. وعشان كده طالبين منه حاجة تيجي في صفحة أو في صفحة ونص، حاجة بسيطة جدا، والحاجة دي لا تستدعي كل هذا الجدل على الإطلاق.
نتخيل ان احنا مطلوب مننا موضوع انشاء، يعني اذا كان الطالب نفسه قادر ان هو يحل الامتحان اللي كان في اللجنه اللي كان فيه مراقبين مش عارف يعمل دي، احنا عاملينه مش لكل ماده، عاملينه مشروع واحد للسنه كلها، مش اسهل من كده. لما يجي لنا بقى طلب بلاش ده كله، طب يعني احنا كده بنقول مش عاوزين تقييم بقى؟ لو مفيش تقييم ما نقدرش نتأكد ان الطالب عنده ما يؤهله للسنة اللي بعدها. فالوضع كالآتي، المشروع هو اكثر محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل، وكل اللي انا قلته لا يعني انه مطلوب بالضرورة يبقى عندي كمبيوتر وتكنولوجيا وانترنت كما يتحجج من لا يريد عمل المشروع او كما يخيل اليهم او الناس بتقول لهم. احنا قلنا اللي عنده كتاب المدرسة وورقة فلوس كاب يعمله برضه، التعلم مش مرتبط بده، لو عنده تكنولوجي هتساعده اكتر وده شيء لطيف، انما لو عنده ورقة وعنده كتاب وقلم رصاص يقدر يكتبه، وهنجد وسيلة هنقولها في 1 مايو يسلمها لنا ببساطة. فبالتالي تعالوا نشيل حته التكنولوجيا، وانا مش قادر والناس بتضحك عليا، والسايبر والفلاشه والكلام ده كله، لان ده مش لب القضيه. احنا بنقول اعمل المشروع بالادوات المتاحه اليك. الاسئله الكتير قوي التفصيليه ملهاش لازمه. احنا حددنا عدد الكلام في المقدمه وفي عناصر الموضوع في المراجع، ما هوش قران جادد نقصت كلمتين ثلاثه مش حكايه. القالب اللي حطيناه ده للاهتداء بيه وليس قرآنا، لكن الالتزام بيه بيعلمهم شكل معين، هيكل معين، هو نفسه جزء من التجربة، ولكن أنا ممكن أبص فيه وأقلده على ورقة فلوس كام، مش لازم حتى أجيبه من الكمبيوتر. المنصة اللي احنا عاملينها مفيدة لو نقدر نوصل إليها، ما قدرناش مش لازم، وبالتالي ليست عقبة في سبيل المشروع. الناس اللي كانت عندها توجس من علاقة بعض معلمي الفصول بتقييم هذه المشروعات، احنا عملنا لهم اللي طلبوه، وتم اعداد المشروعات من الوزارة وليس معلم الفصل، وتصليحها هيتم من او تقييمها من معلمين ليسوا معلمي الفصل. وبالتالي ما يبقاش في حاجة اسمها اصل الناس بتبتزنا وبتدفعنا فلوس، لا، الناس مش بتبتزنا، احنا اللي بنروح لهم. في فرق كبير بين ان انا اروح له وبين ان هو بيبتزني. فاحنا بنقول يا جماعة احنا سمحنا بكل شيء ينتفي معاه فكرة ان حد بيبتزني. اي حد بيقول الكلام ده كلامه مش دقيق، انت اللي رحت له واحنا قلنا لك ما تروحلوش، ولو انت مليونير ما تروحش تدفع فلوس لحد يعمل لك المشروع لاسباب كثيرة جدا. لان لما انا بشتري لابني المشروع انا مش بس حرمته من فكرة التعلم وحرمت الوزارة من انها تقيمه وتعرف نقاط ضعفه عشان تساعده، انت كمان اديته درس ان الغش حلال، وانه انت ممكن تاخد الحاجة من غير ما تتعب. واعتقد ان الدرس ده مش تربوي، والدرس ده مش هيخلق مواطن صالح. فكرة ان انا اخد النجاح بلا تعلم وبلا تقييم برضو مش تربوية، وما اعتقدش ان احنا من لقط ان احنا نطلبها اصلا. عيب نقول كده. نقول كده ازاي؟ هل الوزارة هتدي شهادة بالكذب ان واحد متأهل وهو مش متأهل؟ هل الناس بتطالبنا او بعض الناس بتطالبنا هل ترتضوا هذا؟ طيب اذا كنا بنتكلم على التكافؤ الفرص والعدالة، وهي كلمات تستخدم كفزاعة في كثير من النقاشات، هو تكافؤ الفرص يبقى فين؟ لما نوازي اللي اجتهد باللي غش واللي تعب باللي سرق، هل دي عدل؟ هل نبقى صح لو عملنا كده؟ ما اعتقدش. فكرة التحايل على كل شيء واي شيء احنا اللي بنعلمها للولاد. فاحنا بنقول اذا كنا احنا وزارة التربية والتعليم ففي جزء من الموضوع يا جماعة تربية. التربية ان انا اعلم الولد يتحمل المسؤولية، جزء كبير انه يحاول، وجزء كبير انه يدور، وده اللي احنا بنقيمه عليه، مش بنديله نمر بس بنشوف قدراته. ومفروض ان التصحيح او تقييم المشروعات مش هيبقى في صورة نمرة ونجاح وسقوط وبتاع، لا خالص،
احنا هنديكوا هندي لاولياء الامور روشته، هنقول له ابنك محتاج، هو شاطر قوي في كده، بيكتب كويس، بيتكلم كويس، بيعرض كويس، بس مفتقد مثلا بعض المهارات في اللغه الاجنبيه او في اللغه العربيه، هنتعب شويه معاه السنه الجايه في كذا. معلم الصف السنه اللي بعديها هيبص في التقرير ده ويتابع مع الولاد على اساسه. ده المذهب الجديد. ففكره ان نعمل مشروع هامه جدا للنمو التعليمي، مش مساله انه يطلع للصف الثاني، فكره تحمل المسؤوليه، الالتزام بالقواعد اللي مخلي دوله زي اليابان بنقول عليها كوكب تاني. هو مش كوكب تاني، هو كوكب مجتهد وملتزم وامين، وعشان كده بقى شكله كده. انما ما ينفعش ان احنا كاولياء امور، بعض اولياء الامور، يدوروا على حد يديهم مشروع باي ثمن من اي شخص عشان نخلص. ما هو هنا لازم نسأل نفسنا بقى في الحالة دي، واحنا فعلا جايين نتعلم، جايين نعلم الولاد، ولا جايين ناخد شهادة فقط؟ طبعا قلنا الكلام ده، بس النهاردة لحظة فارقة، كأننا حطينا مراية على المشكلة. المطالبة بعد كل ما قدمته الدولة من مكتبة رقمية ومشروعات وامتحانات إلكترونية، وقصرت المنهج لحد 15 مارس، وسمحت بامتحان في البيوت، وسمحت بامتحان مع الزملاء، وادت الرقم النهائي لمن يقدم المشروع في الإعدادية. هل ممكن ندي حاجة أكتر من كده؟ لما أطلع بالطلب اللي بعده وأقول ما تيجوا ما نعملش الأبحاث خالص. طيب إحنا يا جماعة أبحاث زي ما قلناها بالظبط، وهي بسيطة جدا ولا علاقة لها بالتكنولوجيا. اللي معاه تكنولوجيا اهلا وسهلا، اللي ما معهوش نحاول نتيحها له في الاشهر القادمه، والى هذا الحين يستطيع انه يستخدم ورقه وقلم رصاص وكتاب المدرسه. اذا بعد كل ده بالنسبه لنا بذل الجهد بالطالب في هذا المشروع هو كل ما نطلبه منكم، وليس الكمال. بنطلب ان نسيب الولد ونشوف مستواه، ويا ريت لو يعملوا مع اصدقائه، لان العمل الجماعي جزء من اللي احنا عاوزينه يتعلمه، مش جماعي مع بابا وماما، جماعي مع ناس في سنه. لو وجهناهم وسبناهم مع بعض، هو ده بالظبط اللي احنا طالبينه، وهو شيء يسير جدا. ملايين من الطلاب على فكره خلصوه في يومين وفي ثلاثه. وبالتالي كل ما يشاع عن الصعوبه والتكنولوجيا والولاد ما تقدرش، ده تعطيل لشيء جيد جدا ومفيد جدا للولاد. احنا بالنسبه لنا عشان نبقى كلنا عارفين، تقديم هذا المشروع بشكل مناسب شرط للانتقال الى السنه الاكبر. من يمتنع عن هذا هيضطر يدخل دور تاني، لان القانون بيقول النجاح بمجموع درجات الترم الاولاني والتاني. فاذا امتنع او غش او نقش هذا المشروع او راح اشتراه، هيعتبر غير مقبول، وبالتالي هيخش دور تاني عشان ينتقل الى الصف الاعلى. واعتقد ان احنا عندنا مساحه زمنيه نعمل ده، ونوفر على نفسنا كل هذا الجهد، ونوفر على نفسنا الفلوس. الدوله بتحاول توفر على حضراتكم الفلوس اللي كانت بتطحن الاسر المصريه. ما تخلوش حد يبتزكم، ما تخلوش حد يبتزكم. انتوا مش محتاجين تدفعوا لدرس، واحنا بنقول لكم ما تدفعوش لدرس ولا مشروع. الطفل قادر، لا تفترض فيه عدم القدرة. وإذا كان الطفل عنده مشكلة، دي وظيفتنا إن إحنا نساعده، وهنساعده، وإحنا عاوزين نعرف المشكلة عشان نعرف نحلها. بس في كل الأحوال ده مقبول بالنسبة لنا، عن إنك تغشه أو تجيبوله بأي شكل آخر أو ما تعملوش خالص. فأتمنى إن يكون موضوع الأبحاث واضح. الأسئلة المكررة جدا، الهامشية جدا، اللي بعيدة عن فلسفة الموضوع، احنا هنكتب 500 كلمة، طب علامة الاستفهام بتتعد، يعني يا جماعة كفاية الكلام ده والنبي كفاية. خلونا نهتم بصلب الموضوع لو سمحتوا. محدش بيتكلم على صلب الموضوع. عارفين بقى الحجج دي؟ حجج اللي مش عاوز يعملها. قلنا مش عاوزين كمان، وما بنعملش رسالة الدكتوراه. احنا عارفين ان بنكلم طفل في رابعة ابتدائي، سيبه يعمل الفصلة ويعمل علامة استفهام، 500 يطلعوا 600 يطلعوا 455، مش فارقة، بس نوفر الجدل ده كله ونسيبهم يشتغلوا. احنا عاملين لهم دوشة كبيرة جدا. احنا كان نفسنا نتعامل مع الاطفال مباشرة، عشان كده قلت لكم احنا مش عاملينه مشروع ده لأولياء الامور،
نعملينه للأطفال ولهذا الهدف، بس بنعرف أولياء الأمور الهدف عشان يشتغلوا معانا. في الآخر لا يمكن نرضي جميع الناس، ومش كل الناس عاوزة نفس الحاجة، في ناس جاية تتعلم وفي ناس مش جاية تتعلم، بس إحنا بنقول اللي مش جاي يتعلم لو أمكن ما يضرش بفرصة زميله اللي عاوز يتعلم. وليست العدالة إن تعطى كل الأدوات لحد ما عندوش الرغبة. هنحاول نولد الرغبة، ونتمنى أولياء الأمور يولدوا الرغبة، ولكن يعني مش معقول نصل بطلبات كما لو كان الناس، في ناس عاوزة الوزارة تديها شهادة بيضة تبقى فيها هي اللي هي عاوزاها. ده كلام لا يصح في أي بلد في العالم. فبالتالي إحنا ما قلناش المنهج ما كملش على فكرة، نسينا الحكاية دي وعملنا كل حاجة. خلاص إحنا ما نقدرش ندي أكتر من كده من غير ما نهدر التعليم ككل. وبالتالي أتمنى نتوقف عن هذا الكلام، لأن موضوع الأبحاث والمشروعات بالنسبة لنا أمر منتهي. أبحاث ليها معاد، مش هنتكلم على طريقة تسليمها قبل 1 مايو، وبالتالي فلنكف عن هذا السؤال. وعدد اللي هيشتغلوا في المشروع من 1 لـ5، أي رقم بينهم سليم، ما نسألوش تاني بقى، كل واحد لوحده. وبعدين لغة البحث، يعني أنا بتعجب في ناس في مدارس لغات ويطلبوا إن البحث يبقى باللغة العربية، حاجة غريبة جدا. طب دخلت مدرسة لغات ليه؟ ولا عشان البحث بيتباع بالعربي؟ نفهم يا جماعة، لغة البحث مش هي برضو صلب الموضوع على فكرة، عشان لغة عشوائية. البحث بلغة الدراسة في المدرسة، والبحث متعدد التخصصات، في جزء منه بيقيس كفاءتك في اللغة العربية، وفي جزء بيقيس كفاءتك في اللغة الإنجليزية. فلو أنا بدرس في مدرسة إنجليزي هكتب الرياضيات ما يتوافق مع الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، بس في مقطع مطلوب مني أكتبه باللغة العربية، ده هكتبه باللغة العربية، هيبقى البحث في لغتين. والعكس صحيح، لو انا في مدرسه حكوميه عربيه هكتب باللغه العربيه، بس في حته بتقول لي اكتب ده بالانجليزي اكتب، وانتهى موضوع اللغه. وبرده مش هو مربط الفرس، مربط الفرس هو ان نترك الطفل يتعلم ويحاول ويبحث بقدراته اللي احنا قبلناها، عشان نعرف منها نساعده ازاي السنه اللي بعديها، ده كل المطلوب. فالموضوع بسيط ومش محتاج نتكلم فيه اكتر من كده. حضراتكم سمعتوا طبعا ان الجامعات اقرت موضوع المشروعات لجميع سنوات النقل، وبالتالي احنا دلوقتي بنعد الولاد من سن صغير على ما هو قادم. والجامعات اقرت التعليم عن بعد، بنحضرهم برضو لهذا. النهارده احنا مطلعين 1288 مشروع للتعليم الفني. عارفين ليه؟ التعليم الفني فيه اكتر من 200 تخصص، وعدد المشروعات اللي فيه هائله، فده برضو معمول. فنرجع نروح لموضوع الثانوية العامة. موضوع الثانوية العامة هي الامتحان الوحيد اللي بالقانون مكتوب فيه انه لازم يكون بشكل معين وفي توقيت معين وبمواصفات معينة، ما نقدرش نخل بهذا القانون. ولمن يطالب بان المواد اللي مش داخلة في المجموع تتشال من الامتحانات، الاجابة لن نستطيع هذا، ولنكف عن هذا الطلب، لاني رديت. القانون يحتم علينا اجراء هذه الامتحانات، وطبعا بنقول ايه، اذا امرت ان تطع فامر بالمستطاع. فاعتقد اني رديت دلوقتي على السؤال. الثانويه العامه قرار وجود الطلبه في لجان، قرار الدوله مش قرار وزاره التربيه والتعليم فقط، خصوصا في الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها. وبالتالي موعد الامتحان كما هو، مش عشان الدولة غير حريصة على صحة الولاد اللي بيقولوا صحتنا أهم، طبعا صحتنا أهم، ولكن احنا فخورين ان في مصر قدرنا نحافظ لكل ولادكم على سنة من عمرهم ما تضيعش، يعني الحد الأدنى من المهارات التعليمية اللي نقدر نحافظ عليها عشان ما تضيعش منهم سنوات أخرى في المستقبل. الناس اللي بتطلب الطلبات دي عمرها ما بتقول لنا البدائل، وما ينفعش ان كل واحد يقول البديل اللي على كيفه. وبالتالي الموضوع ده قتل بحثا من الخبراء ومن الاجهزه الامنيه والاجهزه السياديه ومن مجلس الوزراء ومن الدوله باكملها. الدوله لما تقول هتعقد الثانويه العامه، يبقى هي عارفه هتامنها ازاي صحيا، وعارفه كل البدائل وما يعود على المراقبين وعلى الاداريين وعلى كل حاجه.
فاطمئنوا إلى هذا. وموعد امتحان الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر 6، ونتوقع أنه في هذا التوقيت يكون يمكن الحظر كله اتشال ويكون المدارس رجعت كمان. فبالتالي لا مستبق الأحداث، لأنه إن شاء الله إن شاء الله يجيبش حاجة وحشة، كل ده ما يبقاش حتى مدعاة للقلق. تأجيل هذا الامتحان بالتحديد اللي ملوش بدائل، لأن ما كانش فيه ترم أول، ما كانش فيه حاجة نحسب عليها الدرجات، هيحطنا في موقف زي اللي محطوط فيه المدارس الدولية لما تلغى السات وتلغى الاي جي. احنا مش عاوزين نبقى في الموقف ده، مش عاوزين نعرض 700,000 واحد نضيع مستقبله كمان. طبعا هنعمل كل الاحتياطات علشان نحافظ عليهم. ف الناس اللي بتقول لنا كده، معلش احنا مواطنين مصريين كلنا وعارفين، وبننزل الشارع نشوف عدد العربيات وعدد الناس اللي في السوبر ماركت، دول اوكي والثانويه العامه هي اللي فيها مشكله؟ لا، يعني احنا بنخرج وبنروح وبنيجي وبنروح الشواطئ وبنروح الجناين وبنمشي على الكباري وبنروح الاسواق. وبالتالي الاقتصار بتاع الخوف من كورونا على الثانويه العامه يعني صعب تقبله. بديل او تحريك الثانويه العامه اللي وراها دورتين، وراها تظلمات، وراها كذا مرحله للترشيد، يخل بالمنظومه التعليميه كلها. وبالتالي في ضوء المتوفر لدينا كدوله، الميعاد في ميعاده، وما نقدرش نشيل المواد الخارجه من المجموع، والجدول المعلن هو اللي هنمشي عليه. واعتقد حان الوقت ان احنا نركز في الموضوع، سواء كان المشروعات لسنوات النقل او التحضير للامتحانات الالكترونيه لو انا في اولى او ثانيه ثانوي او الثانويه العامه، بدلا من عمليه الفصال المستمر. ان احنا نفضل نعلي سقف الطلبات، في حدود لا نستطيع تجاوزها لا في التعليم قبل الجامعي ولا في التعليم العالي. وبالتالي الوضع النهائي احنا شرحنا رحلة التعليم المستهدفة دلوقتي وبعدين هدفها ايه؟ هدفها ليس درجات وليس نجاح اوتوماتيك وليس نجاح بشراء ابحاث وليس نجاح بشراء اعمال سنة ولا بدروس خصوصية، وانما نجاح لما انا اتأهل بالمهارة اللي مفروض اعرفها. ده مش حاجة الدولة بتأذينا بيها، بالعكس دي حاجة الدولة بتديها لنا هدية وصرفت في سبيلها الكثير. عشان كده في مكتبة رقمية، وعشان كده في امتحانات بتاخد 1,000,000 طالب مع بعض، وعشان كده في منصة إلكترونية عليها 20,000,000 طالب، وعشان كده في منصة بث مباشر معمولة يوميا للمراجعة، عشان كده في قناتين تعليميتين، وعشان كده في كل التسهيلات اللي الدولة بتقدمها. مش معقول بعد كل ده اروح قايل طب وليه ما بلاش ده خالص، ما بلاش منه. لو انا وصلت للمرحلة دي تقلي بقول انا مش عاوز اتعلم، انا عاوز شهادة. احنا كدولة ما نقدرش نختم على ورقة بتقول كده. وبالتالي كل بنقوله يا جماعة، اللي جاي لنا لازم يكون عاوز يتعلم، بس لما اوصل اني اطلب انجح بلا جهد، ده شيء له تربوي وله تعليمي، ولا نستطيع نتحمل مسؤوليته، واعتقد انه ليس من اللائق اثارته من الاساس. العلم ما بيتقسمش ترم اول وترم تاني، العلم ما بيتقسمش ده داخل في الامتحان او مش داخل في الامتحان، العلم هو العلم. وبالتالي عاوزين نوصل لمرحله تانيه من الحوار. احنا بنحط كل الادوات، والدوله بتصرف كتير جدا، والسادة المعلمين بيتعبوا جدا، والإداريين بيتعبوا جدا، وراء اللي حضراتكم شايفينه ده جهد مئات الآلاف من البشر. فناخده بجدية ونشكرهم عليه، ونعمل المشروعات لأنها أبسط شيء كان ممكن تقديمه رغم قيمته العلمية كمان، إنما أبسط شيء على الإطلاق، ولا يستحق هذا الجدل ولا الخوف، ولا عاوز أولياء الأمور تخاف ولا تدفع مليم واحد. وهتشوفوا ولادكم تفرحوا بيهم وينتقلوا للصف الأعلى. ولكن التحايل على ده بقى هو من حقنا بقى في الحالة دي، ان احنا نعرف مين عاوز يتعلم مين مش عاوز، مين اتأهل ومين ما اتأهلش، من باب العدالة كمان لمن اجتهد ولتحقيق تكافؤ الفرص. وبالتالي اللي مش هيعمل البحث ويستجيب لإشاعات، يستجيب لتحريض، يستجيب لأي شيء، هو مسؤول عن قراره، بس هياخد دور تاني.
مش هنحسب له نمره الترم الاولاني. نفس الشيء يعود على الامتحانات الالكترونيه في اولى وثانيه ثانوي اللي بتتعمل من البيت وبتتعمل في ظروف سهله جدا جدا جدا، وعلى المنهج اللي لحد 15 مارس ما فيش احسن من كده، وما بتتصلحش بدرجات، بتتصلح بما يشبه التقديرات برضو. كل ده عشان نساعده يتحسن المرة اللي بعدها. والثانوية العامة حفاظا على مستقبل الأولاد هتتعمل برضو في معادها بإذن الله باحتياطات كافية، لما يبقاش الأهالي عندهم أي قلق. احنا بنعملها كأن ولادنا هم اللي فيها كل من يعمل عليها، وبالتالي يطمئنوا إلى هذا. ده يعني محاولة شرح كثير من الأشياء اللي كانت مسار حديث في هذه الأيام. حضراتكم شايفين طبعا استخدام مكثف للشائعات، استخدام مكثف لقضايا، قضايا من نوع جديد، قضايا بتترفع على فيسبوك مش عشان في فحوى للقضية، لا، عشان نتشهر وعلشان نعمل بلبلة. لازم نبقى واعيين لهذه المحاولات. نفس المحاولات دي تمت من سنة لما استخدمنا الشبكات والتابلت. في ناس كتير ما يهمهاش ان مصر تتطور، ولا ان ولادكم يتعلموا تعليم كويس، ولا ان احنا نخلص من مشاكلنا. فعشان كده كل مرة هناخد خطوة لقدام هنشوف ده، وده بيزدهر كل مرة بنقدم على خطوة للأمام. ياريت نبقى كلنا ايد واحدة زي ما سيادة الرئيس بيقول، نبقى واعيين جدا للإشاعات اللي بتيجي كل يوم الصبح. مش لازم تسألونا ولا حاجة، لو بصيتوا في صفحة الوزارة أو صفحتي ما لقيتوش الكلام ده يبقى هو إشاعة، مش محتاجة سؤال يعني. لا في حاجة من دي اتغيرت ولا اتلغت ولا بنفكر نلغيها ولا هنغير اللي سمعتوه خلال الشهر اللي فات. فياريت نوفر جهدنا للعمل والتشجيع الولاد، لأن أعتقد الدوشة المحيطة بيهم مش مساعداهم على التركيز. وبرضو كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله الفترة دي تعدي بخير، وأنا نفتكرها أنها كانت فترة قفز فيها التعليم المصري قفزة كبيرة جدا. إن شاء الله تساعدنا جميعا. وتصبحوا على خير. لايك وشير.